تعمدت اليوم يكون التصوير بالسيارة لأن في شيء بمنطقة سالمية بيوريكم يا. أدري إن موسم انتخابات وأدري إن الحديث عن الانتخابات وراح نتكلم عن الانتخابات لما يكون عند المرشحين برنامج واضح أو تتضح معالم برنامجهم. ما أدري هل هم ناطرين أحد ينزل عشان كذي ما تضحت المعالم ولا يمكن بقادم الأيام وللحين الموضوع مبكر. على أي حال أنا اليوم اللي قلت إني بوريكم يا في ظل هذا الزخم اللي حاصل من بعض المسؤولين في الدولة في تحركات قاعد تصير كأنهم خايفين على مواقعهم وعلى مناصبهم. فنسمع عن خبر إزالة مخالفات من جهة معينة، تكويت وإحلال من جهة أخرى وجهة ثالثة، كأن الكل يبي يحافظ على منصبه ويبي يحافظ على وجوده. فنسمع هذه الماشيتات. النموذج اللي بوريكم يا اليوم متعلق ببلدية الكويت. بلدية الكويت دورها الأساسي المحافظة على الشكل الجمالي للدولة. عندهم مجسم بالسالمية قاطينه بالشارع من سنة 2011، فعليا من سنة 2011 هذا اللي تشوفونه الحين. هذا المجسم يعني حتى ما هو جمالي قاطينه بالشارع. بلدية الكويت الجهة المعنية بالحفاظ على الشكل الجمالي للدولة قاطين هذا المجسم بالشارع أكثر من 11 سنة حاليا. افترض أنه كانوا يستخدمونه حق فبراير 2011 افترض وقطوه بالشارع، مع أن نفس البلدية نشوفها إذا الحديقة تجاوزت مترين من البيت راحوا وقصوا الزرع. إذا الحديقة إذا والله شافوا منظر جمالي معين لا والله مخالف وما يصير تسوي. طيب وهذا الشيء اللي قاعد تشوفونه الحين من بلدية الكويت 11 سنة مقطوط في شارع حيوي في منطقة السالمية من دوره يزيله؟ هذا دوركم الأساسي. إذا البلدية ما فيها عيوب إلا هذا العيب فهذا عيب وطامة كبرى. وكل مؤسسات دولة على فكرة يعني مختلف مؤسسات دولة عندهم نفس المشكلة نفس المأساة اللي هي أن داخل القطاع نفسه أو داخل المؤسسة نفسها ما يطبقون القوانين اللي يطبقونها على الغير. نشوف بالمخافر العموم يدخن مثلا ومفروض شرطة البيئة هم يداومون بالمخافر يعني. ف هذا التناقض هو اللي يفقد المواطن الحس انه والله لا لازم التزم لان الدولة لازم تلتزم بقوانينها وبانظمتها ولوائحها. لكن للأسف الى اليوم هذا الوضع ما هو حاصل. فما الله فيها موضوع